كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر بالناس. طبعاً يعتبر كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر بالناس من أحد المراجع العالمية في العلاقات الإنسانية، وهو عبارة عن خلاصة تجارب وأبحاث المؤلف ديل كارنيجي بالحياة، وبيساعدك الكتاب على كسب الأصدقاء وأيضاً الحفاظ عليهم. كل فصل بيحتوي على مجموعة من التجارب اللي خاضها الكاتب بنفسه، وأيضاً بيرويها عن غيره أو بينقل آراء علماء النفس وعلماء الاجتماع، وبعد هيك بيستخلص منها قاعدة. الأسس الفنية في معاملة الناس. أولاً لازم نتذكر أنه أثناء معاملتنا للناس أنت مش عم بتعامل أهل منطق، أنت عم بتعامل أهل عواطف وشعور. طبعاً هي أنفس حافلة بالأهواء، الكبرياء والغرور، وأيضاً اللوم شرارة خطيرة ممكن تولع بوقود الكبرياء. دايماً لازم نبعد عن لومنا للآخرين، نحاول نفهمهم ونقتنع بأنه لو كنا مكانهم يمكن عملنا أسوأ من اللي هم عملوه. دائماً حاول تركز على الصفات الطيبة بكل من حولك، ودائماً اتذكر أنه الناس بتتذكر كلماتك لسنوات طويلة حتى بعد ما أنت نسيتها. ليش بتتحدث دائماً عن الأشياء اللي أنت بتحبها؟ دائماً حاول تكسب الأشخاص اللي حواليك بأنك تتحدث عن الشيء اللي هم بيحبوه مش اللي أنت بتحبه. 6 طرق لجعل الناس تحبك. أولاً أظهر اهتمام بالناس، ثانياً ابتسم، ثالثاً نادي الشخص الآخر بأحب الأسماء اللي بحب يتنادى فيها، رابعاً اسأل الشخص اللي عم تتحدث معه أسئلة بتظن أنه رح يفرح بالإجابة عليها، خامساً دائماً افتح مواضيع بتسر الشخص اللي أنت عم تتحدث معه، وسادساً دائماً خلي الشخص اللي قدامك يشعر بالتقدير. 12 طريقة حتى تجذب الناس لوجهة نظرك. أولاً لا تجادل، ثانياً احترم آراء الشخص الآخر، وأبداً لا تقول إنه مخطئ. إذا كنت مخطئ سلم بخطأك. رابعاً تحاور بالرفق واللين وأترك الغضب والعنف. خامساً لا تبدأ حوارك مع أي شخص بالنقاط اللي أنتوا مختلفين عليها، دائماً دور على النقاط اللي أنتوا متفقين عليها، ودائماً اسأل أسئلة تحاول من خلالها توصل لجواب نعم. سادساً خلي الشخص الآخر أحياناً يتولى دفة الحوار، ما تهيمن على الحوار طول الوقت وتحكي عن بطولاتك ومهاراتك. سابعاً خلي الشخص اللي قدامك يحس إنه الفكرة فكرته. ثامناً حاول أحياناً إنك تشوف الموضوع من وجهة نظر الشخص الآخر. تاسعاً تعاطف وقدر أفكار الشخص الآخر ورغباته. عاشراً إذا كنت بدك تغير طباع الناس خاطب فيهم عواطفهم النبيلة. أيضاً عبر عن أفكارك بقالب تمثيلي، وإذا كنت بدك تكسب الأشخاص اللي بيحبوا التحدي دائماً حط الموضوع موضع تحدي. وأخيراً حاول تعبر عن أفكارك بقالب تمثيلي، وإذا كنت بدك تكسب شخص بيحب التحدي خلي الموضوع موضع تحدي. 7 قواعد لتساعدك بحياتك الزوجية. أولاً ابعد عن النكد، ثانياً خلي شريك حياتك يكون على طبيعته، ثالثاً اوعى تنتقد ووضح اللي بتشوفه من خطأ بلطف وهدوء، رابعاً حاول دايماً تورجي التقدير لشريكك، خامساً اوعى تهمل اللفتات البسيطة لأنه هاللفتات البسيطة هي اللي بتعمل الزواج، سادساً اوعى تكون لطيف مع الغرب وجاف مع شريكك.